لم ينبهر بمنجزات العمارة الغربية، بل انشغل بإعادة اكتشاف أصول العمارة التراثية باستخدام المواد الطبيعية في بيوت البسطاء. ولد حسن فتحي في الإسكندرية عام 1900، ونشأ في حي الجمالية بالقاهرة، وتخرج في مدرسة المهندس خانة بجامعة فؤاد عام 1925، ليبدأ حياته العملية مهندساً بالمجالس البلدية. وفي 1930 أصبح أول عضو مصري ضمن هيئة تدريس الفنون الجميلة، وانضم لبعثة لدراسة الدكتوراه في باريس. وفي قرية بهتين بالقليوبية تمكن للمرة الأولى من تجسيد فلسفته المعمارية بإقامة طراز خاص من المباني الريفية عام 1941، وكرر التجربة في تصميم وتنفيذ قرية القرنة النموذجية بالأقصر، فاستحق جائزة الدولة التشجيعية عام 1959. شرح حسن فتحي فلسفته المعمارية في عدة إصدارات، أشهرها عمارة الفقراء والعمارة والبيئة وقصة مشربية والطاقة الطبيعية والعمارة التقليدية. وكرمته مصر بجائزة الدولة التقديرية للفنون الجميلة عام 1967، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في العام التالي، ونال دروع التكريم الدولية لفوزه بجائزة بالزان العالمية وذهبية الاتحاد الدولي للمعماريين. وفي 1989 فاز حسن فتحي بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ليرحل عن عالمنا في العام نفسه بعد أن اطمأن لتدريس نظرياته الإنشائية في أكثر من 40 جامعة حول العالم.